السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بتفاضل وتكامل واحد، وما زلنا في التفاضل وبنتكلم حاليا على بعد خلاص ما خلصنا قواعد التفاضل، واتكلمت قبلها عن التفاضل بالتعريف. دلوقتي حاليا بنتكلم على حاجة اسمها التشين رول. التشين رول أو قاعدة السلسلة عاملة ازاي؟ حضرتك عندك فانكشن واي، الفانكشن دي ديبند على فاريبل يو، واليو ديبند على فاريبل اكس. اوكي، يبقى الواي فانكشن اوف يو واليو فانكشن اوف مين؟ اوف اكس. لو حضرتك محتاج تجيب دي واي باي اكس، يا ترى الواي بتتغير لما بتتغير اكس او طبيعي؟ ليه؟ لان الواي داله في اليو، فلما اليو بتتغير واي بتتغير. طب واليو داله في الاكس، لما الاكس بتتغير اليو بتتغير، واليو لما بتتغير مين بتتغير؟ الواي. فطبيعي ان في علاقه او في ريليشن بين الواي وبين الاكس. يبقى لما احب اجيب دي واي باي دي اكس، او اجيب الواي داش او الديريفاتيف اوف واي، عباره عن ايه؟ ممكن اقول عباره عن كده، دي واي بالنسبه للدي يو، تفاضل الواي بالنسبه لليو، ثم تفاضل اليو بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكس. وكان بالظبط كده الدي يو مع الدي يو، ويتبقى الدي واي مع الدي اكس، وكانها كده. يبقى دي واي باي دي اكس في دي يو باي دي اكس. تعال نشوف مثال على كده. انا عندي اف اوف اكس بيساوي جذر التربيع الاكس تربيع زائد 1. عاوز اجيب التفاضل ده. انا ما خدتش تفاضل جذر اكس تربيع زائد 1، انا خدت تفاضل مثلا جذر اكس او اكس مرفوع لقيمه معينه. لكن ان يكون عندي اكس تربيع زائد 1 مرفوع لاس نص اللي هو الجذر، ما خدتوش قبل كده. ايه الحل؟ تعال نفترض ان الاكس تربيع زائد 1 ده عباره عن يو، يعني لو دي كلها كانت جذر اكس او جذر يو، اي فاريبل اي متغير ما كانش فيه مشكله. عشان نبسط ده، تعال نفترض ان الاكس تربيع زائد 1 عباره عن اليو، تمام كده؟ طيب يبقى كده الدي يو باي دي اكس عباره عن ايه؟ يعني فاضل اليو بالنسبه للاكس، طبعا دي اكس سكوير بتنزل الباور وتقلل الباور 1، يبقى 2 اكس، وتفاضل 1 بكام؟ بصفر. يبقى عندي الدي يو باي دي اكس عباره عن 2 اكس، ده اول حاجه. ثم تعالى بقى نشيل اكس تربيع زائد 1 اللي انت قلت عليه ونحط مكانه مين؟ ونحط مكانه اليو. يبقى اف اوف يو بتساوي جذر يو. هذا اف اوف يو بتساوي جذر يو، دي داله عاديه خالص كانها اف اوف اكس بتساوي جذر اكس. عاوز منك بقى تفاضل الداله اف بالنسبه لليو، دي اف باي دي يو. يبقى ده جذر، يبقى يعني يو اس نص، هنزل النص في يو اس ناقص نص اللي هي عباره عن مين؟ عن جذر يو. يبقى انا عندي الدي اف باي دي يو بتساوي 1 على 2 جذر يو. دي اف باي دي يو بتساوي 1 على 2 جذر يو. تعال بقى نقول اف داش اوف اكس اللي هي دي اف باي دي اكس عباره عن ايه؟ عباره عن دي اف باي دي يو في دي يو باي دي اكس. اوكي، طيب دي اف باي دي يو عباره عن ايه؟ عباره عن 1 على 2 جذر يو. خد بالك انا ما عنديش يو اصلا، يو انت كنت حاططها مكان مين؟ كنت معوض باكس تربيع زائد 1 بتساوي اليو. هروح بس اشيل اليو من هنا، يعني 1 على 2 واشيل اليو، يبقى 1 على 2 جذر، واليو بتاعتي بكام؟ باكس تربيع زائد 1 مضروبه في دي يو باي دي اكس، احنا جايبينها من الاول. دي يو باي دي اكس عباره عن كام؟ عباره عن 2 اكس، ويبقى الموضوع عباره عن 2 اكس على 2 اللي هي اكس على الجذر التربيعي لمين؟ لاكس تربيع زائد 1. ده عباره عن اكس اف داش اوف اكس. طيب تعال نشوف مثال كمان عشان الصوره توضح معانا، او نلخص الموضوع. لو انت عندك قوس اس ان وات ايفر، او بغض النظر عن ما بداخل القوس، هعمل ايه لما اجي اجيب الدي واي باي دي اكس؟ بدل ما اقعد افرض بقى وافرض الداله اللي جوه دي بمتغير معين، ما تفرضش حاجه، هتعمل ايه؟ اي قوس هنا اس ان، هنزل الباور في القوس اس، الاس القديم ان اطرح منه 1، ثم تفاضل اضربه في تفاضل ما بداخل القوس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك مثلا واي بيساوي ساين، الزاويه بتاعت الساين عباره عن اكس تربيع، هنقول دي واي باي دي اكس عباره عن ايه؟ الساين تفاضلها ايه يا جماعه؟ تفاضل الساين كوزاين، يبقى كوزاين، والزاويه بتاعتك زي ما هي، يبقى كوزاين اكس تربيع، يبقى تفاضل الساين عباره عن كوزاين اكس تربيع في تفاضل اوكي ما بداخل القوس. تفاضل مين؟ تفاضل الداله او تفاضل الزاويه. تفاضل 2 اكس بكام؟ تفاضل اكس سكوير بكام؟ 2 اكس. بس لاحظ الكوزاين زاويتها اكس تربيع، 2 اكس دي مش جوه الزاويه، 2 اكس دي مضروبه في كوزاين اكس سكوير. هجيبها بس الناحيه دي عشان ما يحصلش كونفيوجن، ما يحصلش خلط. يبقى دي واي باي دي اكس عباره عن 2 اكس كوزاين اكس سكوير. اوكي، يبقى انت عندك تفاضل الساين بكوزاين اكس سكوير مضروبه في تفاضل الزاويه تفاضل اكس تربيع ب 2 اكس. لو عندك واي بقى بتساوي ساين تربيع اكس، يعني الساين نفسها متربعه مش الزاويه، نفس الكلام. انت عندك كان في قوس اس تربيع، انزل الاس يبقى 2 في ساين اوكي
والاس ناقص واحد يبقى 2 ساين اكس. ايه كمان؟ في تفاضل مين؟ تفاضل الساين اكس. تفاضل ساين اكس بكام؟ بكوساين اكس. طيب لو مطلوب منك تفاضل واي بيساوي اكس تكعيب ناقص واحد لكل اس 100، طبعا احنا خلاص فهمنا القاعده ان انت كنت بتاخد اكس تكعيب ناقص واحد تساويه باليو، وتبدا تفاضل وتقول لي دي واي باي دي يو بيساوي دي واي باي دي اكس في دي اكس باي دي يو. ما قلناش هنعمل الكلام ده بقى خلاص، اوكي؟ الا اذا اضطرينا لو كان اداني دالتين. لكن عاطلك داله زي دي مباشره هتعمل ايه؟ ده قوس، اوكي، مرفوع لباور، هنزل الباور يبقى مين؟ 100. في اكس تكعيب ناقص واحد الكل اس كام؟ الكل اس 99. دي خطا من عندي، هنا في 99 يا جماعه، هنا في 99. يبقى 100 في اكس تكعيب ناقص واحد الكل اس 99 في تفاضل ما بداخل القوس. تفاضل اكس تكعيب ناقص واحد بكام؟ ب 3 اكس تربيع، اوكي. يبقى هنا ما تنساش ال 99 اللي اتفقنا عليها. طيب طالب مني اف داش اوف اكس، لو كان عندك اف اوف اكس عباره عن واحد على الجذر التكعيبي الاكس تربيع زي الاكس زائد واحد. زي ما قلت انا خدت تفاضل الجذر التكعيبي الاكس، لكن ما خدتش تفاضل الجذر التكعيبي لاكس تربيع زي الاكس زائد واحد. هعمل ايه؟ اولا هطلع ده من المقام للبسط، وطبعا الجذر التكعيبي يعني اس تلت، ولانه في المقام يبقى اس ناقص تلت. يبقى الاف بتاعتي عباره عن اكس تربيع زي الاكس ناقص واحد الكل اس ماينس تلت. وفاضل هقول ايه بقى؟ اف داش بيساوي انزل الباور يبقى سالب تلت، سالب تلت ناقص واحد بسالب اربعة على تلاتة. في تفاضل ما بداخل القوس، تفاضل اكس تربيع باتنين اكس، تفاضل اكس بكام؟ واحد. وتفاضل واحد بكام؟ تفاضل واحد بزيرو. طيب مطلوب منك تفاضل واي بيساوي اي اس ساين اكس. اي اس ساين اكس هعمل ايه؟ دي داله اكسبوننشال، واحنا خدنا الاكسبوننشال. تفاضل اكسبوننشال زي ما هي، يبقى الواي داش عباره عن اي اس ساين اكس. في تفاضل مين بقى؟ تفاضل الباور. تفاضل ساين اكس بكام؟ بكوزاين اكس. يبقى الواي داش عباره عن اي اس ساين اكس كوزاين اكس. طيب هو عاطيني داله بيقول لي واي بيساوي زد اس 6، وبيقول لي ان الزد مش متغير مستقل، لا ده متغير معتمد على متغير تاني اكس. الواي بيساوي زد اس 6، والزد عباره عن اكس سكوير زائد 1. طالب مني دي واي باي اكس. عندي حلين، يا اما اروح اشيل الزد واحط مكانها اكس تربيع زائد 1 الكل اس 6 تبقى واي، يا اما ان اجيب دي واي باي زد. اهو دي واي باي زد عباره عن زد، عفوا عباره عن 6 زد اس 5، وارجع اجيب دي زد باي اكس. دي زد باي دي اكس بكام؟ ب 2 اكس، وتفاضل واحد بصفر. معايا الدي واي باي دي زد ومعايا الدي زد باي دي اكس، اضربهم في بعض يبقى 6. طبعا زد اشيل الزد، الزد بقى بكام؟ الزد عباره عن الزد عباره عن كام؟ عباره عن اكس تربيع زائد 1، يبقى 6 اكس تربيع زائد 1 الكل اس 5. في دي زد باي دي اكس في 2 اكس، يديني 12 اكس في اكس تربيع زائد 1 الكل اس 5. او الحل التاني ان انا اشيل الزد من هنا واحط مكانها اكس تربيع زائد 1، يبقى الواي بيساوي اكس تربيع زائد 1 الكل اس 6. ونستعمل بقى اللي قلنا عليه اللي هو دي واي باي دي اكس. ده عندك قوس مرفوع لاس، انزل الاس في القوس اس الاس ناقص 1 يبقى 6 في اكس تربيع زائد 1 الكل اس 5. في تفاضل ما بداخل قوس 2 اكس يديني 12 اكس في اكس تربيع زائد 1 الكل اس 5. طبعا هي دي نفس النتيجه بتاع دي بالظبط، اوكي. طيب انا بس هديك معلومه دلوقتي وممكن نشوفها بعدين. لو انت عندك داله لين، اوكي، اللي هو لوغاريتم الاساس الطبيعي واي بيساوي لين اكس، لو انت حابب تفاضل دي واي باي دي اكس عباره عن 1 على اكس، يبقى الدي واي باي دي اكس عباره عن كام؟ عباره عن 1 على اكس. ده الدي واي باي دي اكس. طيب انا طالب منك واي بيساوي، او اعطلك واي بيساوي لين 3 اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 7، عاوز الدي واي باي اكس. هتعمل ايه؟ نفس الموضوع، يا اما شيل ده واحط مكانه متغير تاني واطبق القاعده بتاعت التشين رول، او الحل اطبق بقى على طول اقول الدي واي باي اكس بيساوي طبعا دي لين، فتفاضل اللين واحد على مين؟ واحد على المقدار اللي هنا، يبقى تفاضل لين واحد. لو كان تفاضل لو دي لين اكس يبقى واحد على اكس، لين اي حاجه، لين اي داله يبقى واحد على الداله. في تفاضل ده، اوكي، يبقى واحد على 3 اكس تربيع زائد 5 اكس زائد مين زائد 7. في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو مين؟ 6 اكس، انزل الباور يبقى 6 اكس زائد مين زائد 5. تمام، اللي هي خلاصتها لما تيجي تبص على الكلام ده، لو واي بيساوي لين فانكشن اوف اكس، ما هي لين ودي فانكشن، لما تيجي تجيب التفاضل بتاعها عباره عن الاف داش على الاف اكس، جت اهي بالفعل. ده الاف وده الاف داش بتاع الداله،
اوكي، عشان ده هنحتاجه فيما بعد فين في التكامل ان شاء الله، اللي هو ايه بقى؟ لما تلاقي دالة في البسط، عفوا في المقام، تفاضلها في البسط. اوكي، ده موضوع في التكامل بس مش موضوعنا حاليا. لكن في الاخر عاوز اقول لك ان الواي بيساوي، لو واي بيساوي given ان هي عباره عن لين اف اوف اكس، يبقى التفاضل بتاعها عباره عن اف اوف اكس في تفاضل اف اوف اكس في البسط، يبقى اف داش على الاف. يعني لو انا اعطي لك داله زي دي، طالب منك واي داش، واعطي لك الواي بيساوي لين اكس سكوير زائد 8، هتعمل ايه؟ هتقول لي دي واي باي دي اكس عباره عن ايه؟ 1 على اكس سكوير زائد 8 في تفاضلها في 2 اكس. لو اعطي لك واي بيساوي لين 1 زائد كوزين اكس، يبقى 1 على 1 زائد كوزين اكس في تفاضل 1 زائد كوزين اكس، تفاضل طبعا 1 بصفر، وتفاضل الكوزين بكام؟ بماينس ساين. طبعا بقى تقدر تكمل حضرتك عادي خالص، لو انا طلبت منك الواي داش واعطي لك الواي بيساوي لين 1 زائد اكس، طبعا مفهوم ان هيبقى 1 على 1 زائد اكس في تفاضل 1 زائد اكس اللي هو بواحد، فيطلع التفاضل ده واي بيساوي واي داش عباره عن 1 على 1 زائد اكس. نفس الكلام لو انت عندك واي بيساوي لين 1 ماينص سي، هيبقى ايه الموضوع؟ هيبقى دي واي باي مين بقى؟ مش دي اكس، دي واي باي دي تي بيساوي سالب 1 على 1 ناقص تي. تقدر تراجع الكلام ده ورايا. واي بيساوي 8 لين 2 ناقص 3 تي، هيبقى دي واي باي دي تي عباره عن سالب 24 على 2 ماينص 3 تي. تقدر تراجع الكلام ده ورايا. لو انا عطلك واي بيساوي 3 اي اس ساين اكس، هيبقى تفاضلها بكام؟ هيبقى تفاضل الداله الاسيه ده ثابت اسيبه بره، وتفاضل الداله الاسيه زي ما هو في تفاضل مين؟ في تفاضل الباور اللي هو ساين اكس، وبالتالي تفاضل كوساين اكس. يبقى الداله دي لما تحب تفاضلها تطلع 3 كوساين اكس اي اس ساين اكس، ده قوس مرفوع لباور. هتعمل ايه؟ تنزل العشرة في القوس اس 9 في تفاضل مين؟ تفاضل ما بداخل القوس اللي هو 6 تي زائد 2. ده نفس الكلام قوس مرفوع لأس نص، مفيش فيه مشكلة. هنا مسألة طلب منك الإكويشن بتاع التانجنت، وإحنا اتفقنا إن ميل المماس عند نقطة يناظر التفاضل، فلما أدي لك كيرف، ده كيرف معادلة، وطلب منك ميل المماس هتعمل إيه؟ هتفاضل. تفاضل حاصل ضرب دالتين، فاكر القانون بتاع حاصل ضرب دالتين؟ الأول في تفاضل التاني زائد التاني في تفاضل الأول. طب وبعد ما تخلص هو عاوز عند نقطة معينة قيمة الميل عند نقطة معينة، تعمل إيه؟ ها؟ تبدأ تعوض بمين؟ بالنقطة بتاعتك بالاكس، عشان تطلع مين؟ عشان تطلع التفاضل. اوكي يا جماعة، يبقى طالب منك ميل المماس عند نقطة، تروح تجيب تفاضل الدالة دي، وتفاضل الدالة دي عبارة عن الاول في تفاضل التاني زي التاني في تفاضل الاول، اللي يطلع تبدأ تعوض عن الاكس بصفر. اوكي، عشان تجيب مين؟ عشان تجيب ميل المماس عند نقطة. اتفقنا؟ ان شاء الله المحاضرة القادمة هنتكلم على البارامتريك، او تفاضل الدالة البارامتريك، وتفاضل الامبليسيت. اوكي، ان شاء الله المحاضره القادمه. اتمنى ان المحاضره تحوز على اعجاب حضراتكم، ونلتقي في محاضره قادمه. وكان معكم مصطفى الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.